إيطاليا القرن الرابع عشر. يقوم الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي بعمل عدد من الدراسات في مجالات مختلفة، مستعيناً بتجاربه الخاصة وإطلاعه على عدد من الثقافات المختلفة. وقد جمعت هذه الأبحاث في عدد من الملفات يسمى كل منها بكودكس، وتوجد الآن في متاحف مختلفة حول العالم. أحد هذه الملفات يوجد الآن في أكاديمية غاليريا ديل في مدينة فينيس. فيتروفيا المان هي أحد صفحات هذا الملف. قام ليوناردو برسم هذه المخطوطة عام 1485 بعد القيام بدراسة على عمارة روما القديمة والمتمثلة بشكل رئيس بأعمال المعمار فيتروفيوس. وعلى هذا الأساس قام ليوناردو بعمل مخطوطته التي تشرح نسب الإنسان حسب نظرية فيتروفيوس في النسب. فيتروفيوس معمار وضع في عمله على العمارة أن قياسات الرجل في الطبيعة موزعة على هذا النحو. الكف يمثل أربعة أصابع، والقدم تمثل أربعة أكف، الذراع تمثل ستة أكف، أربعة أذرع تكون رجلاً، الخطوة تمثل أربعة أذرع، والرجل هو عبارة عن 24 كفاً. وهذه القياسات موجودة في مبانيه. إذا فتحت قدميك كفاية بحيث يصبح رأسك أخفض بجزء من 14 من إجمالي طولك، وإذا مددت يديك بحيث يصبح امتداد أصابعك على مستوى رأسك، فلتعلم أن نقطة المركز لامتداد أطرافك هي السرة، والمساحة بين قدميك هي مثلث متساوي الأضلاع. طول الذراعان الممدودتان مساو لطول الرجل، ومن أطراف الشعر إلى أسفل الذقن يساوي عشر طول الرجل، ومن طرف الذقن إلى أعلى الرأس يساوي ثمن طول الرجل، ومن أعلى الصدر إلى أطراف الشعر يساوي سدس طول الرجل، أكبر عرض للأكتاف مساو لربع طول الرجل، ومن أسفل الصدر إلى أعلى الرأس مساو لربع طول الرجل، المسافة من الكوع إلى طرف اليد مساوية لربع طول الرجل، طول اليد يساوي عشر طول الرجل، أسفل السرة يقع في منتصف طول الرجل، القدم تساوي سبع طول الرجل، من أسفل القدم حتى أسفل الركبة يساوي ربع طول الرجل، من أسفل الركبة إلى أسفل السرة يساوي ربع طول الرجل، المسافة من أسفل الذقن إلى الأنف والعيون وأطراف الشعر مساوية للأذنين وتساوي ثلث الوجه. وبهذا استطاع ليوناردو أن يعبر عن عدد من الأفكار الفلسفية التي تعود إلى العهد اليوناني والتي تفترض مركزية الإنسان في الكون. والأهم من ذلك هو أنه وضع حلاً للغز الرياضي بقي مطروحاً لأكثر من 15 قرناً، وهو استحالة رسم دائرة ومربع بنفس المساحة.